فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا من خارج مدينة الرياض، وأسكن مع أناس يصلون، لكنهم إذا ذهبوا لأعمالهم ثم رجعوا فإنهم ينامون عن الصلاة ويقومون في بعضها. سؤاله: هل أستمر في السكن معهم وهل هذا جائز؟ لا، إذا كان أنك تستطيع أن تسكن وحدك أو في مكان آخر أو مع ناس طيبين يجب عليك ذلك ولا تبقى معهم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اضطريت للبقاء معهم فلا بد أن تنكر عليهم، تأمرهم بالصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.